تهجرنا ب 2003 وب 2006 وتهجرنا ب 2014 وهسه يريدون يهجرونا، الى متى يبقون المسيحيين هيك؟ يعني شنو ذنب هذا الطفل قاعد بكرفان 3 في 9؟ شنو ذنبه؟ بدلنا كلهم هذول العوائل، نشوف النسوان كل عايفه جهاله تروح تخدم بالمستشفى، ما عدتهم تجي معي جهاله على هاي اللقمه، واحنا امورنا تعبانه. انا بالنسبه لي وبالنسبه لكلهم انا ما عندي احد. لا نريد بيت ملك ولا نريد سيارات ولا نريد قصور، هذا الكرفان الصغير مكفينا، حامينا وحامي اطفالنا ودوامنا.